عمودي انا رايح اجيب فحم من الاسواق وانت حضري لي المنقله. شكو بس لا ناوي على المشاوي؟ اي طبعا يا ابن الحلال، انت هالاسبوع كله يوميه تاكل لحم، على الاقل انطي اجازه لمعدتك بس هاليوم. الايام اللي فاتت ما محسوبه لان كنت تاكل لحم مال عجل، واليوم ناوي على لحم غنم، هنا الفرق. ها صدق نسيت اقول لك، ترى ما عندنا لحم غنم بالمجمده. ذاك اليوم اشتريت كيلوين، وين راحوا؟ ما ادري والله، انا هم متعجبه. اكلته البزونه ما تحج عطوان. يابا بس لا انت انطيتها اياه. لا هي اجت وفتحت المجمده وطلعت اللحم، انا بعاني شفتها. يابا ترى مو جهال قدامك احنا، اذا ناطي لحد احكي لا تخاف. يا ولي خافوا لك، مو دا اقول لك بزونه حج عطوان اخذته، واذا ما تصدق روح جيبها وانا اخليها تعترف. اها عرفت، وانت صار لك اسبوع تقعدني بالليل تقول لي دا اشم ريحه تكه، وانا اقول لك ماكو شيء، انت جاي تحلم. الظاهر عمي كان يشوي لحم وريحته هي اللي تقعدك. والله عرفت مو حلم. هاي ايش تحكون؟ هيك ماكو شيء. اقول لك راح اروح اخذ فحم بالاول ومنها اطلع على القصاب اجيب بيدي نو كيلوين لحم للكباب، وانت طلعي لي المنقله للحديقه. انطيك من هالمعجون؟ لا. لعد من هذا الثاني؟ ولا هذا. لعد هذا؟ انطيني معجون عنبر العراقي. ما عندي بس هذني وكلش زينه، تاخذ منهن واغسل بيه سنونك وراح تدعيلي. ما اريد لسنوني. لعد شو تسوي بيه؟ احط منه على الخبز واسوي لفه واكلها. ولك هذا سميه الاغبر ما يصير تاكل منه. زعبور دخذ اي واحد من ذني وفضنه. لا ذني شركاتهم داعمه للاحتلال وانا مقاطعهم، وما راح اشتري منتجاتهم اذا ما يبطلون الدعم. دعبور انت وينك وين هالسوالف؟ بعدين انت كل عقلك بمقاطعتك لهم راح تغير شيء؟ اي طبعا، مره انا وجماعه السكاره قاطعنا جبار ابو العرق من رفع سعر البيره، وما اشترينا منه الا ان خليناه يعزل. ذولا هم نفس الشيء راح اسوي وياهم. والله شو اقول لك، المهم انطيني درب وخلي اخذ فحم واشوي كباب اليوم. ها بحمودي. هلا بزيدان. ها بحمودي بالقرآن، البارحة بالليل كله ما نايم قاعد بس أفكر براتب مبابي بالريال. وش قد راتبه؟ حسبته طلع بالدقيقة ياخذ فوق 800,000 دينار. 800,000 بالدقيقة؟ اي والله، من مداني ومدا حظي السواني ناب ضابط وما صرت لاعب. هسا عوفك من راتب مبابي وامشي وياي نروح للقصب ونشتري لحم ونرجع. وهذا كيلو وين لحم مال غنم هرفي يلوق الهلحلك، وحسابه كله 46,000. قصدك 36؟ لا بحمودي 46,000. لا يا اخوي، الكيلو على 18 في 2 36,000. انا صح ادبي بس قوي بالحساب. 18 شنو يا معود، وين نايم انت؟ ليش؟ غير الكيلو صار ب 23. ها شنو؟ الاسبوع الفات اخذت منك الكيلو ب 18. اي والله صعد سعره. ما اريد لعد، اروح اخذ من غير مكان. كلها نفس الشيء اذا مو اغلى. أم حمود الوضع أبد ما يبشر بخير. شكو راح يضربونا بنووي؟ والله لو ضاربينا بنووي يمي أهوى من صعود سعر اللحم. هسا أنا شو أسوي؟ يا معود أكو كومة بدائل، واحدة منهن اللحم اللي ناكله إحنا. أنتوا منو بالضبط؟ إحنا النباتيين، عندنا لحم مصنوع من ألياف نباتية 100%، والطعم بالضبط طعم اللحم الأحمر. لا بربوش، دقوم اطبخي لي منه. أكل هاي اللفة المتروسة لحوم نباتية وشوف شو راح تتعود عليها. اخوان احنا لازم نخلي حد لسالفة ارتفاع سعر اللحم، لان هاي مسألة حياته وموت. دعوة بحمودي، ترى هو لحم. انت يمك مو مهم، بس انا مدمن ما لحم وضيع بدونه. اخوان لا تشيلون هم، انا راح اشبعكم لحم وبسعر التراب، الكيلو على 8,000. عبسكي اذا لحم مطايا احسب لي الكيلو على 4,000 وانطيني 5 كيلوات. لا حبيبي لحم استرالي، امشوا وياه خلي ابيع لكم منه. هذا اللحم بس شوفوه شلون بنسج ويخبر. عبسك بشرفك مو لحم مال مطايا هذا، انا شايف لحم استرالي بس مو هيك لا شكله ولا سعره. لا والله مو لحم مطايا وعندي الدليل. وشنو دليلك؟ هذا اللحم جبته قبل 3 ايام وخليت اميت ياكل منه ولليوم ابد ما صفن، يعني مو لحم مال مطايا. اي وش صار بي لعب؟ صار فول نشاط والقاع ما تلزمه. تعال اميت. منو شاف بيبي وقع من جيب مالي؟ والله لو عندي حلال إلا كنت أذبحهم وأبيع اللحم مالهن ب20 وأكسر السوق. إي خابر مهاوي ابن عمك، خلي يدزلك إيش كم راس خنم وذبحهن. إي والله خوش فكرة. الله بس شوفين اش حلاتن انقرطن.
اخوان دني غنماتي وصلن، باكر راح اذبحهم وابيع لكم الكيلو ب 18 وش يصير خلي يصير. عافية ابو زيدان بارك الله بيك، بس ليش ما اليوم تذبحهم؟ لا خطيه تعبانات هسه وصلن من السفر، خليها على باكر. خلوفي تقوم للبيت، ايش عندك قاعد يمهن؟ خليني قاعد بعدني ما شبعان منهن. خلوفي انت هم تحسك وريحه غريبه بالغرفه. لا نامي ماكو شيء. يلا بزيدان اذبحهن حتى نلحق نسوي لحم كباب على الغداء. اخوان ارجعوا لبيوتكم، الذبحه تاجلت. شنو ده تضحك علينا انت؟ اخوان ذني غنماتي انا تعلقت بيهن ودللتهن، وحتى اذا ذبحتهم فراح ابيع لحمهن الكيلو على 30. هيا يا ابا كلكم طلعتوا طماعين، هسه بعد المن راح نروح؟ قاطعوهم. شلون؟ قاطعوهم ولا حد يشتري منهم، وخلي اللحم ينام على قلوبهم. خلي يروح هذا الخبل، مقاطعتكم ما تجيب نتيجه. انا قلت لكم وبكيفكم بعد. ايه خلاص هاي هي، اللحم الاحمر حرام علينا الى ان تنزلون سعره. الو هام هاوي. ها خلاف الحبايب شلون وضعهن؟ والله زينات، بس هاي العدسه مدى تاكل زين ما ادريش بيها. اها ذيك سميره يجوز مشتاقت لي، والله خلينا اسولف وياها. هاي دا تسمعك سميره. يوهي سميره اعلي في زين فدوى اروح لك سميره. ها خلاف شو ما ذبحتهن؟ خليهم بعد وقت، يقول لي سعر اللحم راح يوصل ل 35,000. خايب غير قاطعوكم وما حد راح يشتري لحم بعد، وذن راح يظلني علفن ليه ما يفلسنه. تقوم اذبحهن قوم. لا بعد وقت. خلاف ترى وصلت حدها، لو احنا لو الغنم بالبيت خوش. اخوان هاي هي قررت اذبحهن وكيلو لحم على 25. لا ما اريد. اي بس 25 زين. اوكي الكيلو على 20,000. قلنا لك ما نريد بعد لا تصيحنا. 18 15 نعطيك 12,000 على الكيلو، وفي الزايد ما راح ننطي بكيفك بعد. 12,000 ترى الله ما يقبل. بكيفك احنا ما نجبرك. خلص هاي هي الكيلو على 12 وامري لله، الله لا ينطيك زعبور على هاي سوايتك. وان لقيت بيبي مالي لا ادري سوي تدور. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد.